الصورة التانية نرجع لها تاني، دي كانت بعض التصريحات الاسوشيتد بريس بعد حوار الرئيس، وبيقولوا ان السيسي سيغير مصر بشكل مذهل، والوكالة الامريكية بتقول على الرئيس السيسي انه صاحب كاريزما والدول الاخرى سوف تحذو حذو بلاده. ودي كلام بصراحة انه يتكتب، ده كلام رائع جدا جدا. والرئيس كان قال للاسوشيتد بريس ايضا الوضع الحقوقي ليس مثاليا واريد قدرا كبيرا من الحرية. ده كان ايضا على هامش محادثة او كلام السيسي مع الاسوشيتد بريس. نيجي لموضوع تاني، الحقيقة انه في سياسي امريكي عايز ياخد وزير الخارجية بتاعنا ويستبدله بالامريكي. فالحقيقة السياسي الامريكي وعضو مجلس النواب الامريكي ألان ويست كان نشر صورة مصحوبة بمقال بيطلب فيها من مصر مبادلة وزير خارجيتهم جون كاري بوزير الخارجية المصري سامح شكري، وصاحب تلك الصورة بتعليق قال فيه. طبعا يعني الحقيقة ده شيء ايضا الحقيقة يسعدنا انه قد ايه ان السيسي له كاريزما ودول هتحذو حذو، وقد ايه انه الحقيقة ألان ويست بيطالب بانه خدوا جون كاري وادونا سامح شكري، وطبعا مش هيحصل، لكن دي في حد ذاتها شهادة كبيرة عظيمة جدا. بيقول انه الامر صادم ان يكون للمصريين فكرة اوضح عن طريقة هزيمة داعش عن تلك الموجودة لدينا نحن الامريكيين. لا استطيع ان اعلق على كلمات وزير الخارجية المصري سامح شكري سوى بكلمة واحدة وهي امين. الكلام اللي كان قاله رئيس الوزراء يعني الذي يعلم جيدا طبيعة الموقف وطبيعة هذه الدولة الاسلامية داعش، قال كلام رائع جدا في اطار الاجتماع اللي كان في حضراتكم السعودية. وبناء عليه طبعا الرصد لهذا الكلام بين قد ايه ان امريكا مش دريانة بأي حاجة، قد ايه ان سياسة امريكا ضد داعش فيها يعني مشاكل كتير وما هياش يعني جيدة بالمرة. عشان كده ده اللي دفع ألان ويست ان هو يكتب على صفحته هذا الكلام اللي احنا طبعا قلنا لكم الترجمة بتاعته، ودي الصورة ان هو عايز يعمل سويتش او يستبدل. لكن الحقيقة احنا متمسكين طبعا بوزير الخارجية سامح شكري، وبالتوفيق دايما ويكون في إنجازات أكثر وأكثر إن شاء الله. الناس اللي برضو كانت بتقول يا ترى السيسي هيستجيب لأمريكا وهيرسل قوات برية عشان تحارب داعش، الرئيس السيسي خلاص بيستبعد إرسال قوات برية مصرية لمواجهة داعش. وخلينا نشوف جزء من كلام عمرو أديب من نيويورك بينفي الاعتداء عليه من الإخوان، هو نفسه ما حدش اعتدى عليه، لكن بيتكلم إن حظهم المهبب من نيويورك متبرشمة، هما كانوا فاكرين إن ما حدش يقبض على حد منهم، لكن زي ما ذكرنا في الخبر إن اتقبض على 9 من هذه الجماعة الإرهابية. بمناسبة التايم سكوير وبمناسبة الإخوان برضو قاعدين اللي جنب بتاع الإخوان يقول لك إيه استهداف الإعلاميين المصريين في نيويورك مش عارف إيه. أنا عايز أقول للناس مفيش لا استهداف ولا حاجة، أنت قاعد في نيويورك النهاردة قاعد في الاسم، اللي قاعد في نيويورك النهاردة قاعد في اسم البوليس. أستاذ عمرو هم قالوا كمان أمن معلش بلد في العالم النهاردة خلينا هي نوضح نيويورك. الجزئية دي لأنه كان في إشاعات عنك أنت شخصيا أنه انك يعني كتب على الفيسبوك وفي حملات انك تعرضت لبعض المضايقات قال لك منهم. شاهد يا رانيا قال لك شاهد الفيلم، افتحوا الفيلم ما حد يجيب، ما فيش فيلم، انما بقى الفيلم اللي موجود اللي احنا عاملينه اهو هوريكم، واحنا واقفين في التايم سكوير ربع ساعه عاملين تقرير وسط الناس بنهزر مع السياح مفيش اي حاجه. هم يقول لك ايه شاهد، تفتح الرابط ما تلاقيش حد، شاهد لا حد قرب لنا لا ليا ولا لغيري ولا لاي حد، ولا حد يقدر يقرب لاي حد هنا خالص، البلد هنا متبرشمه على حظهم المهبب. الحقيقه انا معجبه بانه القاهره اليوم دايما الحقيقه مع الامكانيات طبعا الكبيره ان هو عمل استوديو في نيويورك علشان يبقى متواجد مع القاهره اليوم، وبيغطي ايضا فعاليات زياره الرئيس السيسي في لامريكا وايضا كلمه الرئيس السيسي في الامم المتحده، يعني بجد يعني حاجه جميله. الحقيقه ايضا ان الرئيس السيسي بيعتبر الرئيس الخامس اللي بيحضر هذه القمه، وكان في بعض التقارير بتقول الرئيس خامس رئيس مصري امام الامم المتحده. وطبعا زي ما اتكلمنا انه الرئيس كان بالفعل غادر لحضور الامم المتحده، بعض الناس جمعوا انه هو الرئيس الخامس. جمال عبد الناصر
أنور السادات، حسني مبارك، محمد مرسي، فيما غاب عن المشاركة الرئيسين محمد نجيب والمستشار عدلي منصور. جمال عبد الناصر هو الرئيس الأول الذي قرر الذهاب إلى الأمم المتحدة رغم تدهور العلاقات المصرية الأمريكية خلال الخمسينيات، وشارك في اجتماعات الدورة 15 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر عام أيلول عام 1960 بعدما غادر القاهرة في 16 سبتمبر 1960. وهذه المشاهد لاستقبال الرئيس جمال عبد الناصر في أمريكا في على هامش أيضا الجمعية العمومية 15. القضية الفلسطينية كانت محور خطاب عبد الناصر، وهاجم في كلمته المجتمع الدولي والدول الكبرى الأعضاء بالأمم المتحدة لتجاهلهم المواثيق المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، وطالب الحضور بتحقيق كافة حقوق الشعب الفلسطيني. ورسالة عبد الناصر كانت واضحة أن مصر مع السلام، ضد الحرب، مع العدل وضد الظلم والقهر، مع التنمية لإنقاذ الفقراء. وحازت هذه الكلمة على الكثير من التأييد في ذلك الوقت، والتفتت الدول العربية جميعها حول الرئيس جمال عبد الناصر. يأتي السادات، السادات الرئيس الثاني بعد 15 عام من كلمة الرئيس جمال عبد الناصر، وجاءت المشاركة الثانية للرئيس محمد أنور السادات في 29 أكتوبر 75، وبعد عامين من نصر أكتوبر. السادات قال في كلمته أن مصر لم تفقد حماسها للسلام وإيمانها به، لأنه بالنسبة لنا هدف استراتيجي والتزام أصيل، ولذلك فقد اتخذت قرار بفتح قناة السويس تعبيرا عن نيتنا في السلام وحرصا على تيسير التجارة والتبادل بين الشعوب والتخفيف من الأعباء التي كانت تثقل عاهل أو كاهل كثير من الدول الصديقة. دي كانت الرئيس السادات اللي راح بعد 15 عام من كلمة الرئيس جمال عبد الناصر، يعني تقريبا في الدورة 30. ومبارك كان صاحب الزيارة الثالثة وشارك في اجتماع الجمعية العمومية رقم 37 بعد عام واحد من توليه السلطة. وقضية منع انتشار الأسلحة النووية والقضية الفلسطينية كان أهم محورين كانوا في كلمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وبدأ خطابه بتوجيه كلمة للجمعية العامة، واعتبرها الأمم المتحدة إن هي منبرا لصوت الحق والسلام والعدل ورمز تراضي المجتمع الدولي على أهداف سامية ومبادئ رفيعة تحكم العلاقات بين الدول والشعوب. والمشاركة الرابعة للمعزول مرسي، وكان الحقيقة قرر المشاركة بعد 3 أشهر من فوزه في الانتخابات، وذهب الولايات المتحدة الأمريكية في 23 سبتمبر، وأكد دعم مصر أيضا للتحرك الفلسطيني. ومش هقف كتير، ومنتظرين إن شاء الله كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعني طبعا بتهيألي إحنا من زمان كان مش شايفين الرئيس المعزول أو المعزول مرسي، ويعني إحنا دلوقتي بنشوفه في السجن وبنشوف الشكل بتاعه. خلينا ننقل من الصورة دي، معلش زميلنا، لصورة مرسي وهو موجود في الحكم في القضية، والقضية دي تأجلت لأعتقد 1 أكتوبر. دي صورة مرسي دلوقتي. أشكرك زميلي. أعتقد مشاهدينا حاولنا أن احنا نغطي لحضراتكم الجزء الخاص بزيارة الرئيس السيسي، لسه هناك باقي كثير هننتظره ونعرضه عليكم إن شاء الله يوم الأربع، لكن دي كانت أهم الأحداث بالنسبة المحيطة بزيارة الرئيس السيسي وإلقاء إن شاء الله الكلمة يوم الأربع. بشجع حضراتكم كل المصريين المقيمين في محيط نيويورك، من فضلكم قوموا بأداء الواجب الوطني نحو مصر بأن تكونوا واقفين كلكم في أعداد كبيرة جدا 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 أثناء إلقاء الرئيس السيسي لكلمته يوم الأربعاء القادم إن شاء الله من الساعة 9 للساعة 3. ما عندكوش حجج مواصلات، هتكون أوتوبيسات في كل الكنائس، وعرضنا الأرقام التليفونات اللي تقدروا تتصلوا بيهم علشان سهولة التنقل. نقول الحقيقة ونصلي دايما من كل قلوبنا ونقول يا رب بارك بلدنا، بارك مصر يا رب، ونشوف الخير ونشوف كل حاجة جميلة إن شاء الله في الفترة اللي جاية، ونشوف إن إحنا الأقباط كمان ياخدوا حقوقهم في الفترة اللي جاية. بعد الفاصل هيكون أجزاء كثيرة مهمة من الملف القبطي، انتظرونا. وبارك بلادي. اشتباكات عنيفة، تساقط العشرات من الجرحى، 75 قتيلا.
مهما كان الحال هتقدر ياللي بتشق البحور، مهما كان على الأرض ضلمة السماء مليانة نور. مهما كان الحال هتقدر ياللي بتشق البحور، مهما كان على الأرض ضلمة السماء مليانة نور. انت فوق الكل سيد رب عالي في سماك، صرخة المظلوم بتسمع تنصفه من فض غناك. والعداء
نصلي جميعا ان ربنا يبارك بلدنا ويبارك مش بس مصر، يبارك العراق وسوريا في حربهم ضد هذه الدولة الإسلامية داعش، وان يكون في امان وسلام كده يا رب في كل الوطن العربي. وشايفين طبعا اليمن ايضا مشتعلة، وفي كل الوطن العربي الامور مشتعلة على مستوى مصر طبعا، ما بين الارهاب وما بين الارهاب اللي بيطول الداخلية نفسها طبعا، يعني مارست نوع من انواع الهجوم الغير مبرر العنيف جدا على الأقباط في جبل الطير صملوط. وكان في كلمة عجبتني الحقيقة للدكتور ياسر يوسف في صفحة عدم زرقاء، بيقول هي ملاحظة صغيرة والقصة، وكلنا متفقين القصة مش قصة السيدة دلوقتي اللي راحت بمزاجها أو اتخطفت، مش مهم دلوقتي موضوع السيدة إيمان ولا الحقيقة فين، الحقيقة هتبان إن شاء الله يعني، لكن القصة هو الهجوم اللي حصل من الأمن. القصة مش أقباط تظاهروا وهناك قانون تظاهر كما كتب نشطاء أقباط للأسف، وأنها كوميديا سودة. القصة ليست هي مشيت بمزاجها أم تم خطفها، والخطف أنواع. القصة إن ما حدث بعد تظاهر أقباط قرية جبل الطير حدث انتقام جماعي من أهل القرية، انتقام جماعي مش من قبل، ليس من قبل متطرفين، ولكن وللأسف ويا للأسف من قبل قوات الأمن اللي جاءت فجرا الساعة 2 الصبح عشان تكسر وتهدم وتسرق وتعتقل وترهب الأطفال والسيدات وتهين النساء وتسب الدين المسيحي وتقول لهم هنوريكم يا كفرة وتكسر صور قديسين وتقطع الإنجيل. كل ده حصل من الأمن مش من متطرفين ولا إرهابيين. يا ريتوا كان متطرفين والإرهابيين، لكن ويا للمأساة انه جه من الأمن. للأسف الشديد تعامل قوات الأمن مع الأقباط يميل للتطرف، مش في جبل الطير بس، لكن في كل قضية بها طرف قبطي. ما حدث في جبل الطير أعاد للأذهان ما حدث لأقباط منشية ناصر بالمقطم لما تظاهروا في مارس 2011 بعد هدم كنيسة أطفيح، تم قتل 7 من شباب الأقباط غير الجرحى والحرق والسلب. فاكرين حادث أطفيح، الحادث اللي كان في كنيسة أطفيح اللي قعدوا يكسروا والأمن برضو بيتفرج عليهم ومحدش جه ناحيتهم وكسروا الكنيسة بالكامل. وكمان بعد كده إن الأقباط لما طلعوا علشان يعترضوا عملوا فيهم إيه وقتلوهم وبهدلوهم. قبلها ما حدث لأقباط العمرانية لما هجمت آلاف الجنود على كنيسة على الدائري، فاكرين المشاهد أيضا، وكانوا قاعدين يهجموا على الناس وكان مشهد صعب جدا والناس كانوا محبوسين في الكنيسة وكان مشهد تدمي له القلوب، والمشهد ده محدش بينساه أيضا. قتلوا 2 جوه الكنيسة وقبضوا على العشرات في نوفمبر 2010. كل ده إيه؟ كان أيام مباركة. وبعد كده مارس 2011 كان بعد الثورة على طول. لا ننسى ما حدث لأقباط مسبيرو لما تظاهروا من أجل الكنائس المغلقة والمحترقة والحقوق المنقوصة، وبعيدا عن أي كلام وأن هناك طرف ثالث، مفيش داعي بقى الكلام طرف ثالث ده بأشعل الموقف، لكن نقدر نقول أن هناك عنف كبير من قوات الأمن اللي داست المتظاهرين وبعدها كانت تبحث عنهم في الشوارع للقتل والذبح، وده حصل في أكتوبر 2011. هل ننسى الهجمة على دير الأنبا بشوي علشان سور من الطوب الأبيض لما الأمن قال لهم احموا نفسكم وتم ضرب الدير بالدانات وتم سقوط جرحى وشهيد قبطي في مارس 2011 بعد ثورة يناير الميمونة، والهجمة الكبرى على الكاتدرائية والمقر البابوي بالعباسية بقلب القاهرة بعد جنازة شهداء الخصوص اللي أيضا ما لهمش ذنب غير أنهم مسيحيين، حرقوا هلال صابر هلال حرقوه، فاكرين طبعا كل الأحداث دي، وراحوا هجموا على الكاتدرائية وكان برعاية مين؟ برعاية الأمن. كان وزير الداخلية كان مين؟ كان هو محمد إبراهيم. ده اللي حصل واللي استمرت 12 ساعة كاملة، والأول مرة يتم الاعتداء على الكاتدرائية المركوسية بالعباسية على مقر لقداسة البابا رمز المسيحيين في مصر. ولا ننسى أحداث الكشح الأولى اللي حاولت الدولة تلبسها الأقباط، وقام الأمن بتعليق شباب قبطي في الأقسام عشان يعترفوا كذبا وبهتانا إن هم من قتلوا وهم الأبرياء. تعامل عنيف مع مصريين أقباط غير معروف عنهم تبني العنف منهجا، وليس بينهم تنظيمات مسلحة أو حركات تقوم بهجمات على الشرطة أو الجيش. عمرنا ما سمعنا ان المسيحيين لمسكوا سلاح ولا ضربوا امن ولا شرطه ولا جيش ولا عملوا اي حاجه، لان منهج المسيحيين ومنهج الاقباط في كل حته في العالم اللي ممسكين بالدستور الايمان المسيحي وبدستورنا في الانجيل ان احنا بنحب حتى اعدائنا، وان احنا بنصلي لالهنا لان الصلوات اقوى من اي اسلحه تاني، والهنا هو اللي بيدافع عنا.
أتذكر أنه أيام عنف الجماعات الإسلامية، وده بكمل لحضراتكم كلام دكتور يوسف، دكتور ياسر يوسف من صفحة عدم زرقة، بيقول أتذكر أنه أيام عنف الجماعات الإسلامية بالصعيد في التسعينيات وقتل الأقباط علنا، كانت الحكومة تنزل الكرة تلم السلاح المرخص من بيوت الأقباط فقط وتترك سلاح جماعات الإسلامية، وكان أفرادها يجاهرون بحمله في الشوارع. على النقيض نجد الأمن مختفيا وقت الهجوم على كنيسة أو حرق بيوت الأقباط أو نهب ممتلكاتهم، لا نجد فرد أمن أو ضابط أو عربية مطافي. الحكاية مش حكاية ست هربت ولا مختطفة، الحكاية إن هناك مواطنة منقوصة وقانون غايب وعدالة عرجاء وتطرف في أجهزة الدولة وعنف غير مبرر ضد الأقباط وتشجيع للمتطرفين من الأمن لمزيد من الهجمات على الأقباط. هل سيتغير الوضع قريبا؟ منتظرين. والحقيقة دكتور ياسر بيقول لا أعتقد، لكن ربنا موجود، لكن عايزين ما نفقدش أيضا أمل، لأن الأمل في إلهنا اللي بيجيب لنا حقنا. نستكمل مع حضراتكم المهزلة اللي بتحصل للأقباط في مصر، ومعنا ومع حضراتكم الدكتور إيهاب رمزي المحامي وعضو مجلس الشعب السابق. دكتور إيهاب برحب بحضرتك معنا. أهلا دكتور، إزاي صحتك؟ إزاي صحت حضرتك؟ أهلا بكل مشاهدينا العظام. أهلا بحضرتك معنا، وربنا يبارك في القناة ودايما منبر للكل. يا رب بشكرك. وأشكرك على سردك للتاريخ رغم ان هو تاريخ محزن، لكن هو انا نقلاه عن دكتور ياسر. الحقيقه اعجبني جدا ان هو سرد هذا التاريخ الاليم دكتور ياسر، لانه احنا ما ينفعش انه تاريخ ده، تاريخنا هو سبب قوتنا، وما ينفعش ان احنا ننسى التاريخ. اي نعم احنا دلوقتي بنتكلم بعد ثورتين وبعد اثنين رؤساء وبعد دستورين في مصر، دستور 2012 ودستور 2014، وكنا نتوقع طبعا ان يكون هناك تغييرا ملحوظا ملموسا، ولكن للاسف لم يحدث التغيير. والواحد حس ان المساله دي ما كانتش صعبه برضه، لان الصوره لابد ان تاتي التغيير. احنا مش عايزين برضه نشكك في الصوره، ولكن عشان نقول ان في صوره يبقى لازم الصورة يصحبها تغيير، لأن احنا ما كناش بنغير شفت ولا بنغير نظام بنظام ولا بنغير دورية بدورية، لكن احنا كنا بنغير اسلوب حياة اسلوب فكر. لكن للأسف اليوم بعد هجمات الشرطة على الأقباط رجعنا للوراء تاني 20 سنة تاني الوراء، من أيام كنا في الثمانينات، من أيام كنا في التسعينات، ونحن عدنا إلى هذا التاريخ المؤلم الذي كنا نحاول أن ننسى هذا التاريخ. لكن أشكرك وأشكر القناة أنها بتذكرنا بهذا التاريخ. لابد أن احنا يعني برضو نقف على حقائق هامة جدا ولازم نعرضها، والحقائق دي مدرجة في مستندات، وأولها الاقتحام الشرطة لمنازل الأقباط العزل الساعة 2 فجرا، الساعة 2 صباحا بالضبط، في الفجر في الفجر، دون أن يكون هناك مبرر إلى هذا الأمر. المبرر اللي هو في نظر الشرطة، وطبعا نتكلم عن أحداث جبل الطيب، المبرر الوحيد في نظر الشرطة هو انه الشعب قام بالفعل مع كتر الضغوط واحساسه بان الشرطه متواطئه في عدم احضار الفتاه السيد المتغيره. فالشعب احنا لا شك انه حصل له نوع من انواع الانفجار، كل اللي عمله انه وقف امام نقطه الشرطه وقعد يهتف ضد الشرطه، كل اللي عمله فقط، وثم انصرف وبعد انصراف اهالي القريه او الشباب يعني القريه من النقطه، دون ان يكون هناك تلفيات، ودون ان يكون هناك حرائق، ودون ان يكون هناك اطلاق العيار الناريه حتى ما يدعوا، وهثبت لحضراتك ان مفيش حاجه من كده، بعد ما انصرفوا هاجمت الشرطه على منازل الاقباط الساعه 2:30 او 3 الفجر، وما فيش بيت ما اقتحمتوش الشرطه، ما فيش بيت ما اتلفتوش الشرطة،
الشرطه ما فيش عربيه ما تمش اتلفها في القريه من الشرطه. البيوت لما دخلوها الصور المسيحيه ودي موجوده في الفيديوهات وعرضها، احنا بنعرضها يا دكتور ايهاب دلوقتي لو حضرتك شايفنا قدامك، بنعرض الصور المسيحيه والانجيل متقطع والهدوم طالعه بره الدواليب، وبشهاده اهل القريه انهم سرقوا محتويات البيوت دي، فلوس وذهب خدوها كمان. يعني حضرتك دلوقتي شايفين الصور ده عنف مش مبرر. انت حضرتك دلوقتي عاوز هدفك عاوز تقبض على ناس تظاهروا بدون ترخيص. النهارده تعمل ايه؟ تاخد اذن من النيابه وتنزل تقبض على الناس ارتكبوا الفعل ارتكبوا الواقع بالفعل. لكن النهارده تنزل مالها الصور المسيحيه ومالها المنقولات والمنازل والاطفال والامهات مالهم؟ ومال الموضوع ده؟ الا انك انت عدت بنا الى عصر التسعينات وعصر التمانينات وعدت بنا وتم مساواه الاقطاب بالاخوان. هذا هو المشهد. الشرطه ما عملتش كده مع الاخوان الارهابيين. ما شفناش دخلوا على بيوت اخوان وكسروا وعملوا ده. يعني يوروني فيديو واحد عمله كده، يعني ده ما عملوش كده يا دكتور، يعني ده مش اخوان. دول فكرونا بالمعتقلات بتاعه زمان اللي كان بيحصل ويهجموا على البيوت وكسر. يعني ايه ده؟ ايه ليه ده كله؟ ايه التهمه؟ يعني والتهمه هي تظاهر؟ لا عفوا، الموضوع مش تظاهر خالص، هو الموضوع انتقام وتعصب وضغينه جواهم فجروها بهذا الشكل الهم. اولا انا عاوز اقول لحضرتك المشكله اللي احنا بنعانيها انه احنا كل حاجه عندنا الشرطه مساعد الوزير لما يجي يطلع معاش بيودوه محافظ. اوكي يعني محافظ المنيا مثلا محافظ المنيا ده كان مساعد وزير الداخليه قبل ما يمسك محافظ. ومدير الامن بيطلع بقى مساعد وزير الداخليه وبعد كده بيترقى يبقى محافظ، والضابط الصغير بيطلع يبقى مدير امن، وكلنا بندور في حلقه الشرطه. خلي بال حضرتك حتى بياخدوا ضباط من الشرطه يودوهم النيابه بقى عندنا دلوقتي احنا منظومه الشرطه دي اللي كانت بتنتهك الحريات. دول الناس القيادات بتاعتنا دول من ايام السبعينيات ايام السادات، وبالتالي متاثر فيهم هذا. اهي سوره الانجيل وهو متقطع اهي دكتور ايهاب قدامنا. ليه طيب؟ ليه بالظبط؟ يبقى احنا النهارده الموضوع مش موضوع بقى انت بتضبط جريمه ولا بتضبط متهمين، بتفرق كتير. وبعدين يا دكتور ايهاب احنا متعودين انهم بيضبطوا اي حد في التظاهر اثناء التظاهر وخلصت، لكن تهجم على بيوت في نصاص الليالي؟ لا يبقى انت في حاجه غلط. طبعا اللي مكتوب في المحضر ايه بقى؟ على اللي مكتوب في المحضر انه طبعا انه قال احنا اطلقنا الايام الناريه على الشرطه. طبعا الكلام ده مش مظبوط لانك انت ابسط حضرتك اطلعت على المحضر يا دكتور ايهاب؟ انا المحضر معايا وقال ان احنا اطلقنا عيار ناريه على الشرطه لما جت الشرطه القريه، وده ما حصلش لانك انت ما مسكتش ولا متهم ما مسكتش واحد معاه سلاح. دخلت بيوت القريه كلها ما لقيتش سلاح واحد في بيوت القريه. ما مسكتش فوارق طلقات، ما مسكتش واحد من الدين اللي انت ادعيت ان هم كانوا موجودين في مسرح الاحداث، ادعيت ان هم كانوا موجودين. ما مسكتش واحد مع عصايه، ما مسكتش واحد مع طوبه بالظبط. والامن يعني زي ما هو والعربيات المطافي اللي قالوا انهم حرقوها زي ما هي وعربيات الشرطه الصور اللي دي كارثه للصحافه وللامن الكاذب ده كله، جايبين صور عربيات شرطه من احداث قديمه. حضرتك عشان تبقى فاهمين المحضر معايا كل اللي قالوه في عربيه الشرطه ان هو الازاز الخلفي للسياره مهشم، الشراع الخلفيه للسياره الربع نقل دي تهشمت. كل ده المحضر اللي معايا، والظابط قالين كده والشرطه قايله كده انه ما فيش تهشم الا في زجاج واحد للسياره خلفي. عشان بس يبقى الكلام اللي بيحكوه ده انا عندي المحضر. وممكن يكونوا هم اللي زي ما كسروا باقي عربيه الناس هم اللي كسروه، يعني وارد. لا ده ازاز اساسا عربيات الشرطه عربيات مهشمه اساسا. يعني احنا كنا بنتكلم هي عربيات هي جديده. لكن انا بقول لحضرتك اللي موجود في المحضر كل التلفيات اللي قالوا عليها كل تهشم في زجاج السياره
وكل الاصابات اللي ادعوها في العساكر واثنين عساكر بس قال واحد كدمه في الركبه وواحد تاني كدمه في الساعد في عسكري. طب ده ايه ده؟ هو ده التجمع ال 700؟ قالوا 750 واحد تجمعوا ما يطلعش ولا واحد الا اثنين مصابين كل واحد بكدمه واحده وتكسير ازاز يعني اجيبها لك من بتتباع في المستشفيات تقارير طبيه بالظبط وتقارير طبيه جايه من مستشفى ولا طب شرعي ولا حاجه يعني عربيه واحده ازازها الخلفي مهشم حتى مش الزجاج الامامي ولا 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 لكن هو طبعا هم عاوزين ايه؟ عاوزين يبرروا اي حاجه هم مش لاقيين مبرر للعنف. تمام هو في مكتوب دكتور ايهاب هل مكتوب حضرتك ان هم استعمال قوه وتهديد موظفين عموميين واشخاص مكلفين بالامن العام ورشق بحجاره ومولوتوف وتعريض وسائل النقل العام عمدا للخطر وتعطيل السير؟ هل الكلام ده مكتوب؟ بالظبط دي الاتهامات الموجهه للمتهمين ال 12 وعاوز اقول لحضرتك حاجه بامانه انا كنت معاهم على طول اول باول بالتليفون ولا واحد من الاثنين اللي من ال 12 اللي قبض عليهم دي هم اولا اخذوا 65 واحد من القريه وبعد ما اخذوا 65 واحد لقوا الدنيا اتقلبت عليهم فايه تخيلوا 12 اخذوا كل الشباب اللي موجود في القريه ولا واحد من ال 12 دول كانوا موجودين في الاحداث واعرف منهم جيدا كان لسه رايح وكان بيكلمني علشان كان رايح يزور حد هناك واخو شقيق محامي معايا شوف حضرتك الطفله طب دي تكذب دي ودي جايبها قناه دريم يعني المايك ده بتاع قناه دريم العرض والابراش لا بهدلوا الدنيا الطفله كانت بتعيط من الرعب وفي ولد صغير برضو قال لك يعني ده دخلت انام وراحوا جابوني من على السرير يعني وهنا السيده دي بتحكي على انهم جروا جوزها وكانوا بيقعدوا يقولوا له الفاظ كانهم بيجروا حيوانات بالضبط انت لا يعني تتخيلي التعذيب اللي عذبوه والاطفال طب الاطفال دي يعني دي مش اقوى شهاده ولا دي حد منقذها ولا دي وشوفي بتتكلم ازاي من الناحيه الامنيه بقى يا دكتور ايهاب يعني من الناحيه الامنيه دلوقتي ايه الوضع واحنا سامعين ان هم كان يعني بيقال ان في اخبار انه ممكن يطلق سراحهم بكره والحاجه بكره في تجديد حبس بكره احنا عاملين استئناف لتجديد الحبس بكره استئناف ضد على تأكيد على تجديد الحبس يعني استئناف ضد تجديد الحبس بكره ان شاء الله في محكمه المنيا الكليه وانا حاضر معاهم بكره والمحكمه اللي عاوز اقول لحضرتك ان امتحانات المباحث جت النهارده وقالت انه ما كانش فيه امر ممنهج ولا كانش فيه اتفاق بينهم وانه نظرا لغضب اهالي القريه في عدم احضار السيده والنظر ده فهذا ما جعلهم الى الشعور بالغضب هو اللي جعلهم ان هم يتواجدوا امام النقطه والشرطه قالت في تحرياتها النهارده قالت في تحرياتها النهارده عشان برضه نبقى عارفين انه قالت ان الناس اللي موجوده احنا ما نقدرش نحدد مين اللي كان بيضرب بالطوب وما قالوش ان في اسلحه وما نقدرش نحدد مين دي تحريات الشرطه اللي وردت بالامس عشان لازم نبقى كلنا عارفين ادي اهو اللي هم ادعوا في الاول ان احنا اطلقنا عيار ناريه وما مسكوش سلاح واحد ولا فوارغ طلقات في مكان الحادث زي ما هم بيدعوا وطبعا ادعت الشرطه في الاول ان هم ذهبوا واحد وقالوا المتظاهرين او الناس دي كانت موجوده لا بالعكس مش موجوده بدليل ان هم ايه اللي خلاهم دخلوا كسروا البيوت لان دخلوا كسروا البيوت وقبضوا على ناس من جوه البيوت لو كانوا موجودين كانوا مش قبضوا على 12 لو كانوا موجودين بيقولوا 700 واحد ما كانوش قبضوا على 12 لكن اللي انا عاوز اقوله لك انه ما فيش مبرر الا ان هناك ما زال التعصب قائم الشرطه مختلطه وما زالت الاخوان ما زالوا يعبثون في جهاز الشرطه ولابد من تطهير الشرطه المصرية. والدليل كمان الحادث اللي حصل بتاع الخارجيه انه حضرتك كان في استهداف للشاهد في قضيه الهروب الكبير المقدم ابو سريع فاعتقد انه ده دليل نعم خلي بال حضرتك
انا بس هاكد لك عشان نرجع بس بالتاريخ شويه. مش كان في مجموعه من الضباط قاموا قالوا اطلقوا اللحيه، وقالك ان احنا عايزين نطلق اللحيه مش نطلق اللحيه؟ اي مش دول كانوا جوه جهاز الشرطه ولا كانوا دول بره جهاز الشرطه؟ كانوا جوه جهاز الشرطه. موسي. طب المجموعه دي واحد فين؟ نقدر نقول واحد فين؟ ما فيش، محدش عارف، ما هم موجودين زي ما هم اعتقد يعني. حسب كلامه حولها الى 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 اعمال اداريه. مش كان في قامه كبيره جدا، غدة كبيره قوي في الامن الدوله كانت بتتحدث مع خيبه الشاطئ، وجايبين تسجيلات مع خيبه الشاطئ، ووائل اللي باشي جابه بالظبط. والغدة دي راحت فين؟ موجوده لسه في جهاز الشرطه؟ ودوها نقلوها من امن الدوله، نقلوها المسطحات باين او الاحوال المدنيه. يعني معناه انه ايه؟ قيادات الشرطه ما زالت موجودة فيها عناصر إخوانية كبيرة. بلاش من رئيس حزب الأصالة؟ حزب الأصالة اللي هو عادل، اللي هو أخوه يبقى مين؟ أخوه يبقى الشيخ محمد عبد المقصود قائل الإخوان الكبير. مين رئيس حزب الأصالة؟ اللي هو عادل عفيفي. كان لواء عادل عفيفي كان رئيس مساعد الوزير الجوازات. ايوه. واخد بال حضرتك؟ وده عادل عفيفي رئيس حزب الاصاله. نرجع بالتاريخ. نرجع بالتاريخ. احنا اللي عاوزين نقول يا جماعه انه في اختراقات وجهاز الشرطه ما زال، ودي الناس اللي طلعت في السبعينات. دي الناس اللي تعينت في السبعينات ايام السادات وايام بدايه طيران الاسلام. وحضرتك هي دي اللي موجوده. في المنيا يا دكتور إيهاب، مش انتوا حكيتوا معايا في احد لقاءاتي معاكم لما قلتوا كان في امناء شرطه وكانوا واقفين على القطر وكانوا رافضين احد مديري الامن باين، معرفش اللي قبل، مش فاكره اسمه ايه، اللي كان قبل بالظبط كده. طيب لا تتخيلي، عارفين هم عملوا ايه؟ مسكوا مدير الامن ده امناء الشرطه، كان اسمه ايه معلش، ونزلوا عليه جابوه من مكتبه بالاهانات وبالتعدي، ودوه الى محطه القطر، وانهم مش عايزينه، ركبوه قطر درجه ثالثه. ده مدير الامن السابق، ونزلوه ركبوه قطر درجه ثالثه، ورجعوه تاني على مصر لبيته. ادي افراد الامن. مش هم دول اللي موجودين برضو لسه، ولا حد سمع انهم اتغيروا؟ ولا واحد فيهم راح محاكمه. طيب نيجي بقى لمدير الامن الحالي اسامه متولي. حضرتك يعني شايف كلامه مع وائل الابراشي وانه انكر انه حصل اي حاجه واي تعدي من الامن ده، حضرتك برضو في اطار القانون يتقال عليه ايه؟ لا بصي، يتقال عليه ان ده كذب، ويتقال عليه ان هو عيب قوي ان راجل مسؤول زي ده يكذب، لان هو كاتب في محضره في اخر ثلاث سطور في المحضر ملحوظه: وقد قمنا باستخدام القوة والعنف المناسب لضبط المتهمين. قايل كده في آخر سطر في المحضر. هو كده ده القوة والعنف المناسب يعني اللي حصل ده؟ ما هو مش بعيد يجي يطلعوا لك زي ما واحد حرق بيته في البتاع ده، اتحرق بيته في الأقصر، مسكوه وقال لك هو اللي حرق بيته علشان يجيب يعمل فتنة ولسه محبوس. فمش بعيد يقول لك ده هم اللي كسروا بيوتهم هم كمان. يعني ناس بصراحة احنا على طول بنقعد نقتل في نفسنا وبنقعد نكسر بيوتنا وبنحرق بيوتنا علشان نظلم الأمن ونظلم المسلمين. بالظبط. النهاردة بقى هو عمل ايه مع الإخوان؟ في بيت إخواني يتكسر، في امرأة زوجة إرهابي إخواني تم الاعتداء عليها، ولا أطفال ولا كل الكلام ده ما حصلش، ولا كل ده. في صور آيات قرآنية مثلا أو صور دينية تم الاعتداء عليها، ولا هم اللي كانوا داخلين يقول لكم أنتوا كفار؟ أدي أفراد الأمن الموجودة. مش بس كفار وألفاظ، كل الناس قالت لك ما نقدرش نقول الألفاظ اللي نعتونا بيها. يعني ما إزاي؟ فين كرامة الأقباط في مصر؟ إحنا النهارده بعد ثورتين، والكلام ده كان قبل الثورة كان ممكن. النهارده احنا الموضوع ده بعد ثورتين، انت مش قادرين نتخيل، الواحد مش قادر يتخيل. مش عارفه لو كانوا اللقباط ما كانش لهم دور في الثوره، ما كانش لهم دور في الدستور، ما كانش لهم دور في الرئاسه، كنا نخجل ان احنا نتكلم. لكن النهارده احنا اكثر الناس وطنيه، والشعب كله ومصر كلها تشهد بوطنيه اللقباط. ولسه انا بدعو الاقباط في الولايات المتحده الامريكيه للنزول امام الامم المتحده للوقفه مع مصر وثوره 30 يونيو. يعني احنا مهما النهارده، نعم، لغايه النهارده ملف الاقباط لم يحدث فيه تغيير.
اشتغلنا في الاقتصاد، اشتغلنا في التعليم، اشتغلنا في الامن، كل الملفات دي كلها اشتغلنا في مشروع مشاريع قناة السويس وغيرها، لكن ملف الاقباط لم يحدث فيه تغيير. ودي اخطر حاجة، انك انت دلوقتي هو الاقباط دول ايه؟ هي دي الزوجة القديمة مثلا، كل ما تيجي تحصل لك حادثة ترجع للزوجة القديمة، كل ما يحصل لك مصيبة ترجع للزوجة القديمة، ولا هي دي ايه؟ انا عاوز افهم وضع الاقباط في مصر ايه؟ المطلوب المطالب اللي المفروض المفروض المطالب اللي بنطالب بيها طبعا الافراج عن ال 12 المحبوسين، لان مفيش تهم ضدهم. وكنت سمعت خبر بيقول برضو ان تقرير ان كان في لجنه تقصي حقائق من حقوق الانسان، وبيقال انها رفضت الافصاح عن تقرير، ما اعرفش برضو كان يعني اتكتب هذا الخبر، وناس من القريه قالوا لي ان في لجنه من حقوق الانسان المفروض كانت موجوده النهارده. ف لا انا عاوز اقول حاجه بقى الاهم من ده كله، احنا عاوزين نرجع تاني لجلسات النصح والارشاد. طبعا عاوزين نرجع تاني ايه اللي كان، ايه اللي حصل؟ لان احنا في ايام مباركه في نصح وارشاد، وكان الكاهن او الاب او رب الاسره يقعد مع الفتاه او يقعد مع الشاب والسيده او الرجل قبل نشر اسلامه مثلا، او قبل ما يروح، او قبل ما يذهب الى الطرف الاخر. راحت فين؟ ليه لغيناها؟ ليه؟ هي دي مدنيه ولا ده تعصب؟ المدنيه القانون الامور احنا وضعنا ايه؟ كانت ده في ايام مبارك، هل ايام مبارك كانت افضل؟ يعني لا، أنا ما مش كانش عارف. احنا كان في برضو مشاكل بتحصل. طيب يعني طبعاً. بالنسبه لمدير الامن طبعاً. اعتقد المفروض اقل شيء ايضا يتم اقاله هذا المدير الامن الكاذب. لو احنا في بلد عدل، لو احنا بنطبق قانون، ده الكل ده يتحاسب. واللي دخلوا البيوت بالعقوه والعنف يتحاسب، كل ده مطلوب. تعالوا قولوا لي قواتكم، القوات دي تتحاسب. القوات دي تمثل امام النيابه العامه وتوجه لها اتهامات ويجازى كل واحد عن فعله. اذا كنا في بلد عدل، لانه عشان نرجع الثقه، احنا دلوقتي عاوزين نرجع الثقه، نرجعها ازاي الثقه؟ ما ينفعش ان احنا دلوقتي بعد كل ده احنا بنحاول نبني ثقه ما بين الاقباط وبين الدوله، واخد بالك؟ علاش بعد الثوره، ودي كان اهم مشروع قومي المفروض نعمله، ان نعيد الثقه تاني ما بين الاقباط والدوله، ونعيد المواطنه، نعيد المواطنه اللي كانت غائبه، اللي كانت غائبه. علشان كده النهارده لما تيجي تحصل حاجه زي ده، ازاي احنا نكلم الاقباط تاني؟ ازاي نقول لهم الاقباط تعالوا اطلعوا، تعالوا وقفوا، تعالوا احنا منتظرين لما يعود الرئيس السيسي وقداسة البابا الحياة بالتصرف. طيب عشان بس الوقت يا دكتور ايهاب ما يسرقناش، احنا لسه في عندنا حادث اخر، اصابه 4 اقباط في اعتداءات طائفيه بقريه بني احمد في المنيا. الكلام ده كان بالامس، والخبر من ام سي ان. رأفت عادل احد اهالي القريه بيقول ان اشتباكات طائفيه وقعت بين عائلتين، عيله بشرى القبطيه وعيله خضر المسلمه، وبدات الاشتباكات بمشاجره لمنع ايمن صمويل بشرى من المرور بعربيه اللي هي كارتا قدام المنزل العائلة خضر المسلمة، فاشتبكوا مع بعض. وفي الآخر خضر وأدهم وحمادة ونادي ونجاح من عائلة خضر المسلمة جابوا سنج وأسلحة بيضاء وملوتوف واعتدوا على الناس من عائلة بشرة، واتصاب ميخائيل صمويل بشرة وأيمن صمويل بشرة وإسحاق نبيل بشرة وجرجس نبيل بشرة. وأعتقد بعد شوية هنسمع إن اتقبض عليهم العتدي عليهم، وإن شاء الله هيتسجنوا، وإن شاء الله هنعمل جلسة صلح عشان يتم الإفراج عنهم. مش كده؟ مش ده السيناريو اللي احنا بنسمعه دايما؟ وحضرتك عندك كمان نفس الحادث في قريه اسمها ادمو في مركز المنيا، برضه من 3 ايام بالظبط او 4 ايام. نفس الحادث، طلعوا المسلمين على المسيحيين ضربوهم، وبعدين المسلمين راحت اشتكت وقالوا وعملوا في نفسهم اصابات، والمسيحيين يا عيني اللي مجني عليهم والمفتوح راسهم، وكان في واحد حالته خطر في المستشفى، وبقوا متهمين عادي جدا، وده متهم وده متهم. وبعد كده النهارده بيقول لهم تعالوا نقعد نصطلح ونخلص الموضوع. تمام كده، نفس السيناريو اللي طيب. بيحصل. انت كمان دكتور يعني ايهاب حضرتك حكيت لي عن ان في حاجه في العزيزيه اعتقد، وفواتير كهرباء ايضا للمسيحيين. ايه شوفي بقى حضرتك، ده يعني شكل من اشكال التحرش يعني. يعني هم طبعا هو الانتقام من المسيحيين طبعا، شويه الاخوان اللي في الكهرباء اللي هم مش عاوزين يطهروا الكهرباء لغايه دلوقتي، وشفنا احداث الكهرباء. قريه العزيزيه دي في اسيوط قريه كلها مسيحيين، 45 الف مسيحي في العزيزيه دي. وهي بينطوها العزيه،
العزية. لكن هذه القرية صوتت للرئيس السيسي ب 12,000 صوت لحضرتك، ولا صوت طلع من القرية راح لأيها. طبعا كان ده بقت القرية دي مستهدفة، وبدأوا يتحرشوا بيهم ازاي، راحوا عاملين رافعين عليهم فواتير الكهرباء. كان البيت بيدفع من 100 جنيه ل 170 جنيه، النهارده البيت اقل بيت بيدفع بين 2000 و 2500 ل 10,000 جنيه. القريه الوحيده اللي فيكي اللي فيك يا مصر في جمهوريه مصر العربيه تم زياده شريحه الكهرباء عليها. ليه؟ شوفي بقى حضرتك. يعني ده على اعتبار انها ايه؟ مش فاهمه يعني. شوفي بقى حضرتك، الناس فجأة نهار اسود بقت مطالباتهم من الكهرباء اقل بيت، اقل بيت بال 2000 جنيه. اقل بيت مش ممكن يعني. بيت في القريه، انت خدها حضرتك يعني، ده بيت بيت 50 متر 60 متر، ما فيهوش اي اجهزه، بيت بسيط. ولا في تكييف، ولا في غساله فول اوتوماتيك، ولا في الكلام ده. ده نوع تاني من انواع من انواع ايضا العقاب للمسيحيين، اهو قريه العزيه اسيوط لمجرد انهم صوتوا للسيسي. وطبعا من المفترض ان وزاره الكهرباء تكون عادله وتبحث في الامر، لكن لا حياه لمن تنادي. حضرتك انا اتكلمنا المحافظه اسيوط رفض يقابلهم، تجمعوا الناس طبعا 200 واحد طلعوا على المحافظه، كلمت لهم سكرتير عام المحافظه استقبلهم وقال لهم انا الحقيقه ده قطاع الكهرباء ده بعيد عن قطاعنا، مش تبعي، ماليش دعوه، وماليش دعوه. راحوا عملوا تظلمات وفي في الكهرباء، ولا حياه ما انتوا ولا عارفين نعمل حاجه لغايه النهارده. للاسف الشديد. طيب في قصه ثانيه حضرتك ذكرتها لي، معلش عشان بس دكتور ايهاب انا عايز اذكر كل السكك اللي القصص اللي حضرتك قلتها لي. قصه الشاب اللي تم القبض عليه في قضيه ان هو اخفى معلومات عن ان بنت كانت مختفيه مسلمه، فقبضوا عليه لمجرد انه كان معاها في رحله، فايه وضعه دلوقتي الشاب ده؟ حضرتك ده كان يوم بالظبط يوم 17/9 في تبع العمانيه. الاب بلغ عن البنت، البنت دي مختفيه، جات المباحث قالت ان البنت دي راحت رحله العين السخنه مع الطفل، مع الشاب ده اسمه اندرو ايهاب، وده طالب في الكليه وهي طالبه في الكليه، وراحت والتحقيقات بتقول كده، راحت رحله يوم واحد الى قريه يعني قريه سياحيه في العين السخنه. طبعا ايه اللي حصل؟ يتم القبض عليهم طبعا، لما هو بيقول راحت رحله يعني مش مخطوفه. وقعدت يوم كامل يعني مش مخطوفه. طب الرحله دي كانت مش بس معها اندرو، يعني كان في مجموعه تاني من الكليه. بالظبط، وقالوا كان في بس هي يعني كانت هو عاوز يقول انها على صله باندرو ده. وقبضوا على اندرو. يعني في النت يقبضوا عليه. وطبعا يبهدلوا بيته ويجيبوه ويقبضوا عليه ويعودوه على النيابه، والنيابه تدي له 4 ايام، والقاضي يدي له 15 يوم عشان راح رحله، عشان راح رحله مع الفتاه مبلغ عنها انها مختفيه. بلغ، فيقولوا له فالنيابه توجه له اتهام بقى، فتوجه له اتهام بالخطف انه خطفها، وبعدين توجه له اتهام تقول انت علمت بتغيبها ولم تبلغ الاسره. يا نهار اسود، تخيلي يعني انا واحد رحله والتحقيقات تقول واحد رحله يقبض عليا، يقبض عليا ليه؟ في جريمه؟ والنيابه تدور ضبط احضان وبعد كده تحبسني والقاضي يحبسني 15 يوم علشان واحد رحله معايا والمحضر ده معايا. هي الفتاه دي عندها كام سنه يا دكتور ايهاب؟ واندرو عنده كام سنه؟ الفتاه دي 22 سنه. طيب يعني ناضجه يعني ماشي. يعني طبعا 22 سنة والفتاة. طب يعني أنا مش فاهمة يعني بصراحة. أدي أدي الموقف يعني على النقيض. شوفوا بقى فتاة جبل الطير حصلت إيه، ما جابوش ولا واحد ولا حبس ولا حد، والفتاة اللي هي راحت رحلة ومعانا صور إنها هي متصورة مع شباب تاني يعني، والصور دي موجودة وقدمناها. وواحدة ناضجة يعني، ما خلاص مش إحنا لما بيقعدوا ويخطفوا الفتيات 15 و16 سنة ويقعدوا مخبيينهم لغاية ما يكملوا 18 سنة وبعدين يروحوا يطلعوا لنا شهادة إسلام أسلمة ومحدش يقدر يفتح بقه، فأنت دلوقتي جاي على الشاب ده ليه؟ أنا مش فاهمة الاتهام إيه. واحدة ناضجة، أنت بتاخد ده ليه؟ لهو أغراء يعني، مش قادرة أفهم التهمة الغريبة دي، إنه يعني واحدة مختفية وأنت ما جيتش تفصح بالمعلومات عنها. إيه اللي إحنا فيه ده؟ يعني انا بقول لحضرتك يعني، وبعدين يتهموني اتهامين، اتهام بالخطف عشان لو ممكن يعني اعترف عشان يقدر يحبس عليها،
والتهم التاني انا ما قدلتش المعلومات عنها ده ولسه محبوس امن يعني على النقيض على النقيض تماما في نفس الاحداث ونفس الايام مش مثلا كنا في عصر وده في عصر ده كلهم معاصرين ده يوم 17/9 حبس الولد واحداث جبل الطير دي كانت يوم 16/9 والامر في النيابه العمانيه والشرطه طبعا. هي اللي عطت التحريات والنيابه هي اللي حبست طيب. في اي حاجه تاني حضرتك متابعها من احداث ضد الاقباط اليومين دول يعني زي تخيلي ما... بقى حضرتك عندنا احداث اسوان البنت اللي الدكتوره مادلين اللي كان اللي دخل على مادلين وقتلوها الصيدلانيه واحد قتلها ده واحد بقى ادعى كده ان هو يعني جاب عربيته نزل واقف قدام صيدليه المحبه نزل قدام صيدليه المحبه الراجل نزل ده ضرب الدكتوره اللي جوه وضربها موتها على طول في الحال هو طالع شاف واحده اسمها مارلين شاف مارلين راح ايه طبعا مش محجبه وبالتالي ما شعرها ما هو باين انها مسيحيه راح ضربها والبنت اللي قالوها على المستشفى دخل على صيدليه ثانيه بعديها اسمها صيدليه الدكتور مايكل ده في كومبو الاحداث دي في شهر 2/2/14 دخل صيدليه الدكتور مايكل راح داخل ضرب برضه الدكتور اللي هناك كان واحد اسمه ادانوب والناس والاهالي ادانوب قدر يقاوموا فالاهالي تجمعوا ومسكوه يعترف في الشرطه في النيابه ان هو قام بقتلهم ويقول قصد ايه قصد القتل طب انت يا سيدي قصدك القتل ليه؟ قال عشان انا راجل مريض نفسي وانا ما بدركش انا بعمل ايه يودوه مستشفى الامراض العقليه يجي انه سليم الحمد لله انه جه سليم عندنا في كومومبو برضه جه مره قبل كده ما كانش سليم يقوم الضابط بقى اسمه احمد عزت الطنطاوي معاون مباحث كومومبو يجي في التحقيق يقول لا ما كانش يقصد يقتلها وقال ايه كان بيهزر يعني ولا كان ايه والموضوع هو كان بيعاني من اضطراب نفسي فهو ما يقصدش يقتلها واللي هو ايه بالظبط لما التقرير الطبي بيقول لك سليم فالنيابة بتسأله وتقول له الله يعني هو يعترف ان هو كان قصد القتل وانت تقول ما كانش يقصد يقتلها يقول لك اه انا تحياتي دلت انه ما كانش يقصد يقتلها طب والباقيين يقول لك لا دول جم كده في طريقه هم في طريقه لما دخل صيدليه الدكتور مايكل ودخل صيدليه المحبه واحده كانت في الشارع قدام صيدليه المحبه وفي الاخر هيتحكم عليه ضرب افضل الى القتل حضرتك قلت لي 7 سنين وشكرا ضرب افضل الى موت ولا في سبق استبعد تخيل بقى استبعدوا سبق الاصرار واستبعدوا اعداد السلاح والسياره وكل الامور دي وده تتخيلي عشان تعرفي بقى التخطيط انه شايل ارقام السياره شال اللوحات بتاعه السياره علشان ما حدش يقدر يمسكه اللي بيقول عليه ما كانش يقصد القتل وبعدين الضابط ادي ضابط من ضباط الشرطه شوف يبوظ القضيه ازاي ويبوظ الدليل ازاي للاسف في حاجه تانية يا دكتور ايهاب برضو عايزين نتابعها مع حضرتك سريعا لو في دقيقه معلش القصه بتاعت دير سانت كاترين عايزين نفهم يعني ايه تحولت القضيه لجنه خبراء خاف عليك يا دكتور بس عشان انا ايه موضوع سانت كاترين ده بقى ايه قصه تخيلي ان هو اصدروا 71 قرار ازاله لكل الكنائس والمناطق اللي هي في جبل الطير في دير سانت كاترين كل الكنائس الاثريه اللي مدرجه الاثار واليونسكو ادرجتها يطلعوا لها قرارات ازاله ده لسه القرارات دي طلعت واتنفذت ولا لسه المفروض هتتنفذ لا لسه ما اتنفذتش هو لسه ما اتنفذتش 71 قرار ازاله لكنائس اثريه في هذه المنطقه ويدعوا ان الكنائس دي منها كنيسه العليه اللي هي على الجبل فوق مش ممكن كنيسه العليه على جبل موسى بيقول لك الكنيسه دي جبل العليه والدير والكنائس دي كلها فيهم ال 71 في منهم حاجه و40 كنيسه والباقي مساكن رهبان ومزارع وكلام منه الحاجة 40 كنيسة دول الأثريين المدرجين في الأثار المدرجين في كتب أثرية من 1800 اليونسكو أدرجها يقول لك إن اتبنى سنة 2006 تخيلي يعني 2006 ده بجد يعني كنا عملنا وجبل كنيسة العلية بتاع جبل موسى اللي فوق على الجبل فوق قال لك احنا عيناها ودي مبنية سنة 2006 المهم ايه احنا اشتكينا وعملنا مؤتمر صحفي كل ده المهم يحصل ايه يجوا في الايام الاخيره دي الكلام ده كان من ضبط من 8 9 شهور
يجوا الايام الاخيره دي مش لاقيين حاجه يعملوها للدير، يعني قرارات الازاله طلعت ومستنيين تنفيذ قرارات الازاله بالنسبه للاصاب ويزيلوا الاصاب كلها. وبعدين في حمله ضد الدير يقول لك ان عيون موسى اللي وردت في القران وفي ايات القران دي تحت الدير، وان الرهبان طمسوا عيون موسى اللي هم ال 40 عين اللي هو لما موسى ضرب بعصايه وتفجر 40 عين، وبالتالي يقول لك الرهبان هم طمسوا ال 40 عين. جبنا شهادات من الاثار ان عيون موسى اساسا في منطقه اسمها راس سدر مش في سانت كاترين اساسا، وعاوزين يزيلوا طيب. الكنائس كلها الاثريه علشان يعني ايه ممكن استسمع حضرتك يا دكتور؟ احنا معانا بس يعني مواطن من تقريبا دير جبل الطير وعايش في امريكا وكان قابل لجنه وقال لنا ان هو ادى للجنه اللي جت في يعني مرافقه للرئيس السيسي كل المشاكل اللي حصلت، فانا بس عايزين نسمعه وبعدين المواضيع اللي عند حضرتك دي عايزه حلقتين ثلاثه يا دكتور، ف لازم يبقى في لقاءات متكرره على فترات قريبه، وموضوع جبل دير سانت كاترين لازم هنرجع له تاني لازم. فاستسمح لي استسمحك ان ناخد ميلاد معانا. استاذ ميلاد معلش انا اسفه ان الوقت دهمنا جدا. لا ولا يهمك يا دكتور. اتفضل يا استاذ ميلاد، برحب بحياتك معانا، اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. معك ميلاد من قريه دير جبل الطير. اهلا بيك، بس مقيم في نيويورك؟ اه ساكن في نيويورك انا. اهلا بحضرتك، قول لنا ايه اللي حصل بسرعه يا استاذ ميلاد، اتفضل. يعني اليوم اتقابلنا مع السفير المصري هنا احمد فاروق، كان المستشار ياسر سرور. ايوه. كنا اعطيناهم كل الملف وفيديوهات وقلنا له ان احنا ما نتمناش ان احنا نعرض دي لجهات اخرى، احنا بنرجع كل بعد كل الخسائر ونرجع لكم انتم. تمام. قال لي تمام وتعزيات لحضرتكم والكلام، قلت له احنا مش عايزين كلام انشا، شبعنا منه كتير. بالظبط. قال لي احنا هنقدم كل التقارير دي للوفد اللي مع سياده الرئيس قبل ما ينزل مصر. جميل. بسرعه التحقيقات، قلت له احنا يوم الاربع كلنا طالعين كشباب هنا كلنا من نيويورك، كله طالع بعربيات واتوبيسات الكنائس، كله طالع وعاملين بوسترات وعاملين استقبال كويس لسياده الرئيس، يعني احنا مقايدينه، احنا مش ارهاب ولا اخوان ولا بنفجر ولا بنولع، لو احنا بنولع كنا عملنا نفس الاحداث اللي حصلت بالمطار هنا مع الوفد الصحفي وده اتصور وتم القبض على 9 منهم. ايوه. قال لي لا احنا انا معاكم على اتصال ان شاء الله كده وهقول لك اخر التطورات وخلال الساعات القادمه هيكون في تطورات جديده. تمام. نتمنى ذلك، قلت له نتمنى ما احناش عايزين كلام. احنا بنشكرك يعني بجد مجهود جميل، وزي ما انا لسه كنت بقول من شويه ان المصريين جميعا هينزلوا يوم الاربع لتأييد مصر وتأييد ثوره 30 يونيو، وانه على هامش ده بينكم فعلا زي ما حضرتك قدمت الملف الكامل بكل الاحداث اللي حصلت بانها توصل للرئيس السيسي وللوفد اللي معاه، بنتمنى هذا. وهنا ايضا هناك دور لقداسه البابا ايضا لما يعود بالسلامه ايضا لمتابعه هذا الامر، وكده احنا بنتصرف صح جدا يا استاذ ميلاد. انا بشكرك لانه احنا بنأيد مصر، بنأيد الثوره، بنأيد السيسي، لكن لسه مطالب حول اقباط لم تنفذ. دكتور ايهاب، ختام الامر انه حضراتكم بتسعوا طبعا لحقوق الاقباط، ونتمنى يكون في وفد لما الرئيس يعود بالسلامه تروحوا وتقابلوه، او يكون في اي موقف يؤخذ وتكون مع حضرتك كل الاحداث دي واللي لسه هتحكي لنا عنها ان شاء الله في حلقات جايه. ان شاء الله يا دكتوره، واحنا ربنا طبعا معانا، وحقوق الاقباط ده ملف لابد ان يتم فتحه الان، ما ينفعش التاجيل فيه تاني. طبعا احنا فتحنا كل الملفات والرئيس فتح كل الملفات في انتظار ملف الاقباط، وان شاء الله يعني نامل ان يحدث تغيير في وضع الاقباط في مصر، والموضوع مش مختزل ولا في مكاتب برلمان ولا في نصوص دستور ولا في قانون بناء دول عدادة، مش مشاكل الأقباط مش في دي، لازم يكون أعمق من كده، يعني لابد إن الدولة تعيد النظر تاني، مش هو ده اللي هيرضي الأقباط، مش هو ده اللي هيحمي الأقباط، مش هو ده اللي هيرد كرامة الأقباط، لأ لابد أن تعيد النظر في ممارسات مؤسساتها ومنها المؤسسة الشرطية. أمين. وأحداث كتيرة
لكن نعم. طبعا وقت البرنامج لا الوعد احنا لازم بزرق. يكون في لقاءات متعدده يا دكتور ايهاب. انا بشكر حضرتك جدا جدا يعني بنعتمد على ربنا وعليكم وعلى ناس حلوه زي حضرتك ان تعملوا وفد وتقدموا ملف كامل والمطالبه بان لازم الاباط ياخدوا حقهم. بشكر دكتور ايهاب رمزي المحامي وايضا عضو مجلس الشعب السابق. مشاهدينا لسه في احداث كتيره، في اعتداءات على الارض وعدم تمكين الامن من انه ياخدوا يكونوا واخدين احكام وما بيتمكنش الامن من الارض دي. في حضراتكم كنائس لسه عايزه تتبني واخده تصاريح والامن مش سامح بان هي تستكمل بناء او ترميمات. امور كثيره جدا جدا جدا. الملف مازال مفتوح، الملف لم يغلق، ملف الاقباط بتضاف اليه كل يوم احداث تانية أسوأ من اللي قبليها او بنفس درجه السوء بعد ثورتين. ما ينفعش يحصل كل ده. احنا منتظرين عوده الرئيس بالسلامه، منتظرين قرارات من اولها عزل ويعني استبعاد مدير امن المنيا، لانه ما حدث مهزلة في حق الداخلية قبل ما تكون في حق أي حد تاني. بنشكر ربنا أن صحة الأنبا بخوميس في تحسن، نستمر في الصلاة وإن شاء الله يعني انتظرونا وحلقات أخرى إن شاء الله هذا الأسبوع يوم الأربعاء القادم وما وراء الأحداث. إلى اللقاء.